الأحبة الكرام، سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. التقى صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بالعاصمة الغينية كوناكري مع رئيس الدوري الاتحاد الإفريقي ألفا كوندي. تركز اللقاء حول القضايا الراهنة في القارة الإفريقية وكذا ضرورة التوحيد الصوت الإفريقي. كما التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو مع مفوضي الاتحاد الأوروبي في التنمية. تقرير مع زميل عبد الصادق علي أحمد من غينيا كوناكري. المقابلة التي تمت بين الرئيسين إدريس ديبي تنو والغيني ألفا كوندي تركزت في العديد ذات الاهتمام المشترك بين البلدين سيما السياسية والاقتصادية والثقافية. فمن الناحية السياسية جات وغينيا سمان وجهات نظر مشتركة في العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية سيما فيما يتعلق بتوحيد صوت القارة الإفريقية في المحافل الدولية، وأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو قد حمل العديد من الملفات المتعلقة بالقضايا الإفريقية في خلال توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي والتي سلمها لنظيره الغيني البروفيسور ألفا كوندي، إضافة إلى قضايا اقتصادية متعلقة بالأزمات التي تمر بها العديد من دول القارة. أما المقابلة الثانية فمع مفوض الاتحاد الأوروبي في التنمية والتعاون الدولي نافين ميميكا، والذي تناول مع رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو سبل تعزيز التعاون بين تشاد والاتحاد الأوروبي، سيما أن الاتحاد الأوروبي يمول العديد من المشاريع في تشاد في مختلف المجالات، كما أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكاً أساسياً للمبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة.